صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. واخيرا الفيديو اللي شبه منتظر من ناس كتيره جدا وهو فيديو استنساخ التطبيقات وحلول المشاكل اللي بتواجه الناس على الاستنساخ ده. احنا كنا شرحنا قبل كده على القناه فيديو لاستنساخ التطبيقات عن طريق تطبيق اب كلونر، وناس كتير نزلت الابلكيشن ده وواجهتهم مشاكل اثناء استنساخ التطبيقات. وقبل ما حد يحكم على مشكله استنساخ التطبيقات، انا عارف ان في موبايلات كتيره جدا فيها في النظام بتاعها نفسه او في الواجهه بتاعه المستخدم فيها استنساخ تطبيقات، زي موبايلات شاومي مثلا ومش كلها طبعا، زي موبايلات اوبو برضو نفس النظام فيها ميزه استنساخ التطبيقات، ولكن مش في كل الابلكيشنز. في موبايلات كتيره جدا فيها نفس الميزه دي، ولكن الاجهزه اللي مفتقره النظام ده في ناس كتير منها استخدمت ابلكيشن اب كلونر واشتكت كتير جدا من المشاكل اللي واجهتها مع الابلكيشن ده. وفي بعض المشاكل احنا جربناها شخصيا على النسخه اللي انت هتلاقيها موجوده في الوصف بتاع الفيديو ده، المشاكل فيها تقريبا شبه معدوم، ولكن في شويه نقاط وفي شويه حاجات لازم تعرفهم على استنساخ التطبيقات هقول لك عليهم في نهايه الفيديو. بالنسبه لاول مشكله وهي استنساخ الالعاب، يعني انت لو عندك لعبه معينه مثلا وحابب ان انت تعمل منها نسخه ثانيه، ممكن تواجهك مشكله ان اللعبه ما تفتحش مثلا، او ان اللعبه اصلا ما تسجلش دخول معاك. بص يا صديقي، الفكره ان استنساخ التطبيقات اصلا مرفوض من جوجل، يعني قواعد جوجل وقيود جوجل على الشركات منع استنساخ التطبيقات، ولكن بيتم التحايل عليها في واجهات المستخدم زي شاومي واوبو زي ما قلت لك. ولكن لو انت استخدمت نسخه خام من الاندرويد مش هتلقى فيها ميزه استنساخ التطبيقات، وصعب جدا انك تلقى تطبيق استنساخ تطبيقات موجود على جوجل بلاي وشغال. وفكره انك تعمل نسخ لعبه معينه، الموضوع بقى صعب جدا على برامج استنساخ التطبيقات، واصلا ما كانش موجود من الاساس، لان الالعاب بكل بساطه مع تثبيتها على التليفون بتبقى متشعبه، بيبقى في مسارات كتيره جدا، وصعب جدا على برنامج استنساخ التطبيقات انه يهندل المشكله دي او انه يهندل الحاجه دي، فبالتالي استنساخ الالعاب يعتبر حاجه شبه مستحيله موجوده في الاندرويد. تاني مشكله وهي تشغيل تطبيقات الاستنساخ على اندرويد 11 و12، المشكله دي بتواجه كتير من المستخدمين. المشكله دي بكل بساطه بتتمحور حوالين شركه جوجل او قيود شركه جوجل زي ما قلت لك، والاندرويد النظام بتاعها طبعا على كل الشركات تقريبا او على كل انظمه الموبايل. جوجل بكل بساطه مع كل تحديث الاندرويد بتاعها كل ما العمليه بتبقى معقده اكتر. نفس النظام ده ينطبق على تسجيل المكالمات مثلا، الكلام ده ما عادش موجود مع انه كان موجود قبل كده في اندرويد 9 و10، ولكن مع تطور الاندرويد في 11 و12 الموضوع بقى صعب. نفس الكلام زي ما قلت لك ينطبق على استنساخ التطبيقات، مع العلم ان استنساخ التطبيقات اصلا شغال، ولكن مع بعض التطبيقات مش كل التطبيقات، يعني مش كل التطبيقات هتستنسخها هتشتغل، ومش كل التطبيقات اصلا هتقبل معاك ان يتم استنساخها، ولكن في واجهات معينه بيتم التحايل من خلالها على جوجل عشان تقدر انها تستنسخ التطبيقات دي. مثال على كده واجهه شاومي. وتالت حاجه وهي استنساخ الابلكيشنز للايفون او الاجهزه ابل عموما. بص مبدئيا كده ايفون اصلا جهاز يعتبر كنظام معقد نوعا ما، فبالتالي انت ممكن اصلا تدور على برنامج ينزل لك صوره على التليفون عندك، او ان هو يحط لك صوره كخلفيه، ممكن تدور وينشف ريقك على برنامج مثلا يحط لك نغمه. الموضوع في الايفون موضوع معقد تماما، يعني هي حتى اصلا في بعض الابلكيشنز العاديه بتاعتها بتحتاج منك انك تشتري علشان تقدر تنفذ الخدمه دي، العكس تماما موجود في الاندرويد. فبالتالي ركز معايا، ازاي هتجيب برنامج يستنسخ ابلكيشنز في الايفون؟ شبه مستحيل تقريبا انك تلاقي حاجه زي كده. يا باشا بقول لك اصلا الصوره بتبقى موضوع صعب ان انت تحطها، هو اصلا الموضوع صعب ان انت تبعت فيديو موجود عندك على التليفون قبل كده، اي نعم مش متصور بكاميرا التليفون، صعب ان انت تبعته لحد تاني. فالايفون ما نتكلمش عنه كتير لاني مش عايزين نخبط ونزعل الاخوه الاعداء بتوع الايفون. المشكله اللي بعد كده وهي استنساخ ابلكيشن اليوتيوب واليوتيوب بالتحديد. بص لو انت عملت استنساخ لابلكيشن اليوتيوب حاجه من الاثنين، يا اما الابلكيشن هيتم استنساخه معاك ومش هيفتح، يا اما الابلكيشن هيفتح وهتشاهد فيديوهات عادي جدا ولكن مش هينفع ان انت تسجل دخول. فبالتالي زي ما قلت لك دي قيود من شركه جوجل على استخدام الابلكيشنز اللي زي استنساخ التطبيقات. فمن النهايه كده ما تستناش ابلكيشن يستنسخ لك حاجه من جوجل، سواء يوتيوب جيميل او حتى جوجل كروم. وبالنسبه للناس اللي بتقول ان الابلكيشن ده ما دام مش موجود على البلاي ستور فهو مش امان، يا صديقي انا بقول لك ان جوجل اصلا بتفرض قيود زي ما قلت لك في المشكله اللي قبل دي والمشكله اللي قبل اللي قبلها، بتفرض قيود على استخدام الابلكيشنز او البرامج اللي هي مش عاجباها. من الاخر كده جوجل شغاله بمزاجها، ولكن حابب اقول لك ان الابلكيشن ده امان جدا سواء نزلته من اي منصه عندنا او اي منصه ثانيه، ده تطبيق تم تطويره عشان يعمل مهمه معينه مش هيضرك في حاجه خالص. وبالعكس نفس الميزه دي وقبل ما تبقى موجوده في الواجهات كانت موجوده في الابلكيشن ده، فتقريبا الواجهات زي شاومي وزي غيرها اقتبست الميزه دي من الابلكيشن زي كده، فبالتالي الميزه امنه جدا او البرنامج امن جدا. المشكله اللي بعد كده وهي استنساخ بعض التطبيقات وعدم استنساخ بعض التطبيقات الثانيه. بص من اب كلونر نفسها بتقول لك ان في بعض التطبيقات بيتم استنساخها وبتشتغل بطريقه عاديه جدا، وتطبيقات ثانيه ما بتعرفش ان انت تعمل لها استنساخ من الاساس. ومثال على كده جميع اصدارات واتساب حتى واتساب الرسمي محظور من استنساخه، الابلكيشن ده بالذات محظور ان يتعمل له استنساخ. وهسيب لك برده قائمه بكل البرامج اللي محظور استنساخها، وعلى فكره الواتساب من ضمن الابلكيشن اللي ممنوع يتعمل له استنساخ، مش من اب كلونر بس، لا من اي برنامج استنساخ تاني. والمشكله اللي بعد كده وهي تحديث النسخ المستنسخه من التطبيقات الاصليه. وده معناه ايه؟ معناه ان انت مثلا يعني عملت استنساخ لابلكيشن الفيسبوك، والفيسبوك الاساسي اللي موجود عندك اللي انت فاتح عليه حسابك الاساسي جاله تحديث من جوجل بلاي، ولكن
لكن النسخه اللي مستنسخه ما جالهاش تحديث. طيب ازاي تعمل تحديث للنسخه دي؟ بكل بساطه انت هتستلم التحديث بتاعك او هتثبت التحديث بتاعك عادي جدا للابلكيشن الاساسي اللي موجود عندك في التليفون، وبعد استلام التحديث هتبدا ان انت تعمل نسخه ثانيه من الابلكيشن المحدث، من الابلكيشن الاصلي المحدث، وبعد ما يتحدث معاك التطبيق الاصلي هتبدا ان انت تعمل له نسخه ثانيه بنفس البيانات اللي انت عملتها قبل كده في النسخه القديمه. بمعنى ان انت مثلا لو كتبت عليه حرف اتش، لو كتبت عليه اي حاجه، لو غيرت الايكون بتاعته، تسيب نفس الداتا او تعمل نفس البيانات دي في النسخه الجديده المحدثه من الفيسبوك، وبعد ما يتنشئ معاك ملف الاي بي كي هتبدا ان انت تثبته على النسخه القديمه المستنسخه قبل كده. يعني انت ما بتعملش ديليت للنسخه القديمه، فبالتالي مش هيجيب لك تثبيت، هيقول لك تحديث النسخه اللي موجوده عندك قبل كده. هتدوس تحديث عادي جدا، هيبدا انه يثبت النسخه الجديده، وهتفتح على نفس الداتا اللي موجوده عندك قبل كده، والكلام ده على اي برنامج انت عملت له تحديث. والمشكله بعد كده، وهي مشكله بتواجه الناس في تطبيقات زي الفيسبوك والماسنجر والتليجرام مثلا او ايا كان، في ناس بتقول ان هي لما بتثبت التطبيق المستنسخ مش الاصلي طبعا بتحصل معاهم مشكله اثناء الاتصال مثلا، ما بيعرفوش ان هم يتصلوا من خلال التطبيق، او ما بيعرفوش ان هم يبعتوا صوره مثلا او ايا كان. الموضوع ده وفي النسخه اللي انا هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو ده تم حله تماما، وتم تجربه الابلكيشنز دي ابلكيشن وما شفناش منهم اي مشكله. وكمان هسيب لك رابط لمقاله رسميه من اب كلونر، تقدر من خلالهم ان انت تعرف كل المشاكل اللي ممكن تواجهك بعد كده في اب كلونر، وتقدر تشوف ان ليها حل ولا لا. وفي بعض المشاكل دي انا ذكرتها في الفيديو وبعضها ما تمش ذكره. ولو عندك مشكله معينه برضو تقدر ان انت تتواصل مع اب كلونر على تويتر وهم يحلوا لك المشكله دي، او تنزل ميزه معينه جديده في التحديث الخاص بيهم تحل المشكله اللي واجهتك قبل كده. فبالتالي هسيب لك برضو رابط للتواصل مع اب كلونر نفسهم على تويتر، علشان لو عندك مشكله او اقتراح وحابب ان انت تديهم الاقتراح ده. وفوق اب كلونر في 6 تطبيقات تانيين موجودين في الوصف بتاع الفيديو ده، تقدر ان انت تحملهم وتجربهم. لو في برنامج معين ما اشتغلش معاك على اب كلونر تقدر تجربه على برنامج تاني، هسيب لك الابلكيشنز دي موجوده الروابط بتاعتها في الوصف بتاع الفيديو ده، تقدر تحملهم وتجرب اللي انت عايزه براحتك. وروابط التحميلات الخاصه باي برنامج احنا بنشرحه ان شاء الله يتم تثبيته في التعليقات علشان تقدر توصل بكل سهوله. وفي نهايه الفيديو يا صديقي، لو استفدت من الفيديو ده اتمنى لك معايا القناه ولايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وزور مدونه جروب الصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وكمان فيديوهات تيك توك. ولو عندك مشكله عايز حلها بسرعه جدا تقدر تواصل معانا على رسائل الصفحه على الفيسبوك، موجودين دايما كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعه. بس كده.